أعزائي المشاهدين نواصل حديثنا ويا الأخت هالة فاروق عبيد وقصة نجاحها مع هالة كافي. أم محمد قلتي لنا أن أنت أسستي المطعم الأول أو فتحتي هالة كافي في الخور في أمواج، لكن وين صارت النقلة علشان ننتقل إلى هالة كافي في السيف؟ السنة الأولى حق أمواج كان شوي كوايت البزنس، يعني السنة الثانية كان البومينج هني، يعني فالكل قال لي المكان صغير، يعني ويتنج ليست ما شاء الله يوصل لوين، ليش ما تفتحين فرع أكبر؟ فهني يعني فكرت أن أنتقل حق السيف. زين، إدارة فرعين في وقت واحد شلون كنت تقدرين تنسقين بين هالشيئين؟ أولاً بداية الفرع هني لازم تسوي الديكور والبنيان، يعني تبتدين المشوار من الأول مثل ما يقول، وعلى موقع أكبر بعد. طبعاً فحدثينا الله يسلمك. نهاية 2015 استقليت من الروضة، لأن كنت أنا وأختي الكبيرة نديرها، فقلت خلاص يعني good enough، لازم إحنا نتفرق حق هالة كافيه. ونفس السنة بداية 2016 زوجي بعد استقال، فقمنا نتناوب على الفروع. ممتاز. إدارة مطعم واحد كانت يعني تستغرق منك 16 ساعة في اليوم في البدايات. طبعاً. شلون فكرتي تفتحين المطعم الثاني يعني، وكيف قدرتي تنسقين بين الاثنين؟ في نهاية 2015 استقلت من روضة والدي الفاروق، كنت أساعد أختي الكبيرة. وبداية 2016 زوجي بعد استقال. نعم. فقمنا نتناوب على الفروع. نعم. يعني أنا ثلاث أيام في أمواج، ثلاث أيام بالسيف، أنا فقط لحد إجازتي. نعم. زين، أحد من العيال أو البنات ساعدوك؟ طبعاً طبعاً، بناتي الثنتين، سارة الكبيرة مهندسة معمارية جامعة البحرين، بس بعد ما شاء الله قالت لي يعني ماما لازم أشيل عنك، تعرفين الإتش آر، الستاف دراما، الديلرز، الجروبات، حتى التنسيق بين الجروبات، أنا عندي مو بس داخل البحرين، عندي بعد من خارج البحرين عيوني ولله الحمد. فهي شالت عني ذي كل الأمور الإدارية، فتفرقت أنا حق إنتاج المطبخ. حق المطبخ الأوبريشن ماله ما يخلص. حق الهوس مالك. حق الهوس مالي. طيب، والله يحفظها سارة، الحين هي تدير الفرع ذي في هو الفرع الأكبر في السيف. سارة هي أساسا مديرة فرع أمواج وشيخة مهندسة اتصالات فرع السيف. ويتناوبون يعني حسب الطلب والحاجة. بارك الله فيهم. يعني معناته هذه هالة كافيه في استمرارية، بيكون في إن شاء الله الاستمرارية جيل ورا جيل، ما بيكون عمل عائلي يعني فاميلي بزنس مثل ما نقول. أكيد. أم محمد شوقتينا أن نروح نشوف الوصفات الحين الجميلة اللي بتقدمينها لنا، وش رايك بين ما تعدين هالوصفات والمكونات نستعد حق التصوير تجينا سارة تسولف ويانا وتعطينا هي بعد من جانبها كيف قصة نجاح هالة كافيه بدورها هي في هذه النجاح. يلا ولا يهمك. أعزائي فاصل ونرجع نتكلم مع الأخت سارة يوسف بهلول ابنة هالة فاروق عبيد، بتراوينا شلون هي كان لها دور في استمرار هالة كافيه إن شاء الله أجيال وأجيال. نشوفكم بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، الحين إحنا في هالة كافيه ومع مديرة هالة كافيه اللي تساعد والدتها، هي معانا اليوم سارة يوسف بهلول ووالدتها هالة فاروق عبيد، وبتحدثنا سارة شلون أحدثت النقلة من أن هي مهندسة معمارية إلى أن صارت تدير في هذا العمل وتساعد الوالدة. سلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. حبيبتي. الله يسلمك. حياك الله سارة. الله يحييك حبيبتي. سارة يعني أنت حدثينا شلون صارت هالنقلة؟ طبعا انا كنت متخرجه 2016 من جامعه البحرين هندسه معماريه. نعم. وكنت بعد بمعدل عالي صح؟ اي متخرجه ب 3 كان الجي بي اي مالي. نعم. كنت بالعكس وايد حابه التخصص، وكنت حابه ان اذا يعني تخرجت انه اسوي لي شيء في النهايه. نعم. بس لما شفت الوالده يعني تعبت مع المشروع وايد ويعني حابه تعطي فيه اكثر واكثر. نعم. اضطريت ان انا شوي اتنازل عن اللي درسته، يعني صدق كل مين يقول لي هندسه وحرام اقول لهم لا، الوالدتي اول. جزاك الله خير. الله يسلمك. فقلت ما خليها بروحها. نعم. وبالعكس سميت هيود معاها شوي 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 لين الحمد لله يعني قدرنا نضبط وايد امور، وكانت صدق يعني محتاجه لي. نعم. فقلت انا بدل ما اروح اشتغل عند احد غير وافيده، بالعكس افيد والدتي افضل يعني. واستمراريه للعمل اكيد. نعم. بالعكس يعني. نعم. ومستانسه يعني يقولوا لي تخصصك غير واللي انت فيه غير، اقول لهم بالعكس انا وايد مستانسه. التعليم الجامعي يعطينا خبره بالعكس يكفي مهندسه وما يمنع ان انت بعد في المستقبل أكيد. حتى
حتى حق الفروع الثانيه ان شاء الله لما تفتحونها لمساتك بتكون وايد ضروريه. الحمد لله. أي واستفدت نعم. من هالشيء في ان انا اسوي خرائط الفرع الاول اللي هو امواج. أي نعم. يعني استفاديت من تخصصي الحمد لله. أي نعم. ووايد فرحانه ان انا مع الوالده. انا بعد عرفت ان انت عندك بنت اسمها هاله. اي نعم. انت سميت الغاليه. اي نعم. زين هي معاي مسكينه دائما هني، اذا انا داوم في السيف حتى في امواج لازم معاي، ما اخليها بروحها، فصاروا الزباين اذا يجون لازم يصورون مع هاله الكبيره وهاله الصغيره. الله يخليهم يبارك فيهم. فمستانسين عليها، فالحمد لله رب الله العالمين. الله يبارك لك وشكرا على موقفك انك انت وقفتي مع الوالده، والله ان شاء الله يبارك لك. الحمد لله رب العالمين. ويحطك على قد نيتك ووفقكم اجمعين. امين يا رب. احنا وايد سعيدين بنكون اليوم وياكم ونشوف نموذج للمراه البحرينيه الشابه اللي عندها طموح. الحمد لله رب العالمين. وكذلك ما تنسى واجبها تجاه اهلها. اكيد الحمد لله. ام هاله ابي تحاكي لنا شلون انت ويا الطبخ، لان انت من صوب والدتك هاله فاروق عبيد، من صوب عمتك دكتوره عائشه بهلول. فهل انت بعد على هالمستوى من الطبخ ولا انت نقطة نطاقك فقط الديكور؟ انا امانه لا، كنت اتذوق. اي نعم. بيحطوني بس وذوقي بس وايد. اي فكنت انا وايد احب الاكل. أي نعم. وايد شيء وايد زين. نعم. فكانوا من يطبخون شيء يذوقوني اياه. وزعتوا الادوار صح. اكيد. اي نعم. من تسوي طبخه جديده او شيء لازم احنا اول شيء نجربها، نعطيها. أي نعم. راينا بكل امانه سواء حلو او مو بحلو، عشان هي بعد تعدل في الطبخات. وبعدين من جيل لجيل الحين احنا نطالع دائما الجيل الجديد يطلع على مطابخ خارجيه بالضبط. وعلى فيوجن الامتزاج والتزاوج بين بالضبط. المطابخ، وكل فتره وفتره تجينا هبات وموضات، مره كب كيكس، مره كل يوم طلعنا شيء جديد يكتشفون الاشياء، يعني نفس الاشياء اللي موجوده من قبل بالضبط. فكانت تحتاج تخلي لنا. معاها جيل ثاني يواكب هالشيء. والسوشيال ميديا طبعا هاي اكيد نفس هاي الهوس. انا مولدتها كامل مال مطعم امور المطعم. اي نعم. فهذه هني دورك لمستك تكون تكمل على خبرة الوالدة. صح اكيد. من كذي كانت تحتاجنا واضطرينا نكون معاها ونترك كل شيء ورانا. زين وهاله الصغيره خبرينا عنها، عندها بعد رغبه في الاكل ولا بس ذواقه؟ هاله الصغيره طلعت نفسها، ما يعجبها اي شيء. مو كل الاكل تحبه نفس الوالده، ما تستزيغ اي شيء. نعم. فطلعت نفسها. ممتاز. عيل ان شاء الله بعد هي تكون ان شاء الله لمساته، ونتمنى لكم كل التوفيق حبيبه قلبي. اللهم امين. نشوف الوصفات مع الوالده في المطبخ إن شاء الله. على الوضع الطبيعي، وتراوينا ام محمد كل الاسرار. انا ما ادري ان هي تراوينا كل شيء. اليوم عندها اصوات جدا مميزه. اي نعم. تسلمي حبيبتي. اعزائي المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل، بتشوفون وصفات شيف هاله وبتكون وصفات جدا مميزه، وما بنقول لكم شنو هي. خليكم معانا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين الحين ويا الشيف هالة راح تراوينا فتة الكوسة. الكوسة احنا دائما متعلمين على فتة الباذنجان. شفت شلون؟ بس هاي تغيير يعني. والحمص. اي نعم. فتة الحمص والباذنجان تعبنا منهم، تمللنا. نعم. نعم. هذا شيء جديد. اي نعم. وشيء صحي وصحي أكثر. فعلا. انزين. طبعا تفضلي. انا الحين مستخدمة المقلاة المشواب. اي نعم. بان جريلر. اي نعم. بحط هني عندي بحضر. من دون زيت. ابدا. اي نعم. ولا نحتاج ولا زيت، نقطة زيت في هذه. تعرفين الكوسة وايد مفيدة. طبعا الألياف اللي فيها، فيها فيتامين سي. فيها فيتامين كاف اللي هو مو موجود في خضروات ثانيه. طبعا فيها الفوليك اللي هو وايد مهم حق الجنين. طبعا صحه الجنين حق طبعًا. المراه الحامل. طبعا الكوسه كذلك انا اسميها من الخضروات الاليفه. ايه. ما تسبب لك تلبك في المعده يعني وفي الامعاء، خصوصا اللي عندهم القولون. وهي حتى لما تاكلينها يعني سوفت كذي، زبديه يعني في طريقتها لما تاكلينها. طبعا وممكن تضيفين عليها وايد اشياء تحمل الطعم، اي طعم تضيفينه عليها راح يطلع يعني يبرز الطعم. اكيد. فالحين انت قاعده تسوينها فقط في الماء. اي رطبتها. لا دائما ما استخدم الماء. أي؟ خلاصه الخضار عشان ما تقتل النكهه. ابرز عشان النكهه. طبعا هاي مسوينه انتم من المكونات الطبيعيه. طبعا يوميا تحضر فريش. نعم. في مطابخ خاله كافيه. اي نعم. برشها بالاوريجانو اللي طبعا الاعشاب الجافه، وهذه بعد وايد زين حق الغازات وحق المقادير. يريح طبعا يريح الامعاء طبعا. وبرطبها مره ثانيه بدون خلاصه، برطبها بعصير الليمون الطازج. عصير الليمون فيه الكولاجين اللي هو حق البشره طبعًا. وكذلك فيتامين سي اكيد بعد وايد مهم أكيد. حق جهاز المناعه. إيه. فلفل اسود طازج نطحن هنا عندي فريش. إيه نعم. وحتى الفلفل الاسود مفيد. إيه. حق جهاز المناعه. شوفين حبيبات كبيره مو نفس الجاهز. انا ما اخذ اي شيء، ما اعترف بالبهارات الجاهزه. الله اعلم الا في بهارات ابدا، لان إيه ما تدري معروضه عمري مع عبد الله يعني ايش كثر في الرفوف، وبعد ما تدري ايش حاطين فيها. إيه اشياء يعني الواحد يخاف يحضر كل شيء. ما يبي ترى شيء اللي ما عندها وقت تشتري جاهز واوفر.
واوفر ترى انت اللي تسوين شغلك. إيه؟ حق اللي يحبون الحراره حار. اللي إيه؟ ما يحب الحار يستغنى عن هالمقدار إيه؟ ما عنده اي مشكله. ممكن يحطون بابريكا يعطي بابريكا. طعم بدون ما يعطي حراره اي فليف اي بهار عندهم إيه؟ في ناس تحب بعد تحط طماطم فريش، في ناس تحب معجون الطماطم، ومو شرط ترى الكوسه. انا بعد سويت ذي الفته على البروكلي إيه؟ وسويت الفته ذي على الجزر مع البروكلي اوكي، وسويتها على الباذنجان وسويتها على الحمص. لاحظت الباذنجان يقلونه قال which is heavy يعني. والباذنجان مثل الاسفنج يمص الزيت مص يعني. يعني يمكن الكوسه ما تمص طبعا لايت اكثر خفيف اي نعم. فبنخليها هني اي نعم. بضيف اخر مكون الحين عندي بدات علامات الشوي تطلع عليه حتى شكلها شهي والكرمل تكرمل السكريات الطبيعيه اللي فيها طبعا شيء بسيط ملح بس على اساس الذوق. الحرارة راح يسحب بعد الماي اللي في الكوسة فيخليها تطبخ في مايها الجوس بالإضافة إلى خلاصة الخضروات اللي حطيتها. فعلا كل ما تنشف برطبها بالخلاصة ما بستخدم ولا قطرة زيت حتى زيت الزيتون لو مهما يكون الزيت صحي بيتم زيت هو فيه سعرات حرارية طبعا 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 حتى لو كان حاري غير مشبع بالدهون. هذه يعني الوصفة ممكن حتى تحضير الكوسة بهالطريقة جدا مفيد حق اللي يتابعون حمية. أنا لاحظت لما سويتها في الستوري عمري مع عبد الله صار ضجة عليها. نعم. والستيم فيجيتابل أساسا وايد له فوائد وما تبين تخربين طعم الخضرة الطبيعي اي طبعا طبعا يتم قيمة الغذائية تم فيه وقيمة الغذائية طبعا لأن ما عرضناه لحرارة شديدة والقلي تدرين القلي شو يسوي؟ أوه. يبدل الماء بالزيت اي حرام في اي شيء تحطين فيه تقلينه انت قاعد تسحبين الماء تحطين بداله زيت. انا مع عبد الله بس ابي معلومه حق حبيباتي او المشاهدين ان انا استبعدت الزيوت في بيتي كلها برذاذ الطهي سبراي كوكينج ايه او خلاصه الخضار اي نعم. ليش استخدم الزيت؟ انت تدرين مطبخنا في البحرين اول المطبخ الخليجي الحشو ما يصبون له زيت ايه. اول شيء يبدون بالماء بصل ماء البصل ماء يخلونه يتكرمل ايه صح صح. الزيت ينضاف شيء قليل بس صح حتى يعني صح حتى ايه بس يلين الحشو ليش لا ليش لا. اعتقد ان وقتها بعد كان له جانب اقتصادي يعني كان الناس يشون معيشة تقشف اي ايه والله. وبس هو وايد صحي وصح بالفطره وتحركون اكثر الحين حركه بطيئه وزيوت اكثر في اكل الناس صحيح. بناتنا يبون كلها هاي الجانك فود يعني سعرات حراريه أيه. يعني شو اقول لك المشكله بعد الواحد من يتعلم على الاكل الدسم يصير ذوقه أيوة. يحتاج دائما اكل الدسم ابدا انا أيه. معلمه الحمد لله وحتى عيالي يحبون في شيء في البيت انه يكون بسبري كوكين يعني هذه ماكسيمم اذا في زيت او نب خلاصه الخضار اشياء صحيه نعم. يعني عندي عيالي مطعم يسوون دايت فعلى طول ابتكر لهم السلطات والمشويات خلاص أوكي. نطفي النار عنها ما تحتاج اصلا الا دقائق محدوده وبني هني حق صلصه البيستو دائما اذا عندنا في الخلاط ام عبد الله عجينه لازم نبتدي بالسوائل تحت على اساس تدفع المكونات الباقي المقادير صحيح. صحيح. فوق فتبتدي زيت الزيتون كالعاده عصير الليمون, عصير الليمون. ما في اي ابداع الريحان طبعا مكون نجم اساسي في البيستو وله فوائد كثيره طبعا اوكي وطعمه لذيذ اي طبعا عندك ثوم شيء بسيط اوكي زين وعندك هني الفلفل الأسود شيء بسيط وعندنا الملح اوكي هاي الطحينه تعرفين محمد وايد مفيده حق المفاصل ايه؟ وما فيها الدهون المشبعه يعني انت لما تحطين كريم او تحطين اي شيء عشان تغلظين الصلصه راح تعطيك دهون مشبعه يعني كوليسترول يعني أكيد. بيسدد الشرايين والصنوبر طبعا بعد صنوبر صحي لأن بعد دهون غير مشبعه وفي الالياف والطعم ماله بعد يعطي يغلظ الصوص إيه؟ بس بخلط عن اذنك سامحيني على الصوت اعتقد انه جهز جايك ايه خلص ولونه حلو بعد لونه حلو لونه مو نفس الصلصات الجاهزه اللي تنباع إيه نعم. انا احب كذي فيه شوي قطع عمري افنان الحين ام عبد الله بقى علينا بس نحضر الطبقات اللي هو إيه اللييرز اللييرز الحين إيه؟ عندنا فته بدون خبز إيه نعم. ولا شيء محمص ما نخسر هاي الصوص هاي ابدا لديه. طبعا إيه؟ طبعا وكله إيه؟ بعد بهارات فيه في تشيلي فليكس وفي الفلفل الاسود اي نعم. إيه؟ فبنخلي على صوت اي نعم اوكي بنحطه هني كطبقه اولى اي نعم زين هاي الكوسه إيه نعم. صلصتنا بعد جاهز البيستو طبعا هني. طبعا بس اول شيء قبل البيستو بنحط الروب عبد الله بنحط اللبنه قليل لبنه اي والله لبنه اللي يبي يقلل بعد سعرات ممكن يحط روب قليل الدسم اي طبعا انا الحين قاعده اسوي بروحي سور كريم اي نعم فان شاء الله في مرات جايه اراويك شلون نحضر الكريم الحامضه بدون سعرات حراريه اي نعم فتح تحضير منزلي اي نعم مجرد هني انا طبعا على قد يعني مو بسوي قرنش بسيط
اي نعم اللبنه هني بنفرجها. اللبنه وهي طبعا كالسيوم يعطيك مصدر مهم حق الكالسيوم من الحليب هذا يعني. نعم. طبعا بس اللبنه انا احس انها تعطي طعم حلو مع البيستو وايد حلو. أي حتى نعم. ترى في الجريل التشيكن ساندويتش نعم. لما نسوي السندويتشات انا وايد اضيف اللبنه مع البيستو وايد يعني وايد فيهم تعرفين توافق. اي نعم فهني مجرد مثل دائما احنا بسيط. نقول بعد الخيار باللبن نحط النعناع ويا الخيار يعني تلاقين هاي دائما الاخضر ويا 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 الروبه يطلع لذيذ. اي هاي البيستو انا ما بغيت انه وايد انه يعني اطحنها مجرد في الوسط تنضاف عليه نكهة كطبقة ثالثة يعطي مثل ما نقول زخم حق الطعام بوست ايه. يعطي وايد حلو ايه. شوفوا لونها فاتح ايه. اللي نشتريه جاهز وايد غامج ايه ايه ايه. أنا ما أحب يعني ما أدري متى حطينا في الرفوف قاعد يبيعونه في الهايبر ماركت فهذه شوف الريحة روعة ريحة ايه. الريحان منعش ايه. عجيبة ومفيد عجيبة. جدا حق الجسم ايه. بعد ايوه. حق الأمعاء حق جهاز المناعة في الألياف في الحديد نبين بس الليرز وأهم شيء طعمه طيب طبعا ايه. اوكي الحين مجرد قارنش سمق حسب الرغبه اللي ما يبي الحموضه يستغني عن هالمقدار برش على الكل اوكي لعابي سال لا محمد فظيع هذه هني صنوبر محمصته ايه؟ اللي ما يبي روستد ولا ذي خلي القرمشه بعد يكون القرمشه ويعني اعطي مريم يعني انا عندي وصفه حلو. ما شاء الله لونها وايد حلو مبتكره وصحيه خفيفه ونقدر نحضرها في دقائق معدوده في البيت والمكونات موجوده يعني في كل بيت مو بشيء صعب ابدا تسلم يدك تسلم يدك ايش رايك الحين نسوي طبق بروتين عشان يمشي مع هذه الوصفه جاهزين بتسوي لنا فيليه هامور مشوي ممتاز أعزائي تكونون معانا حق فيليه الهامور المشوي اللي بنقدمه مع فتة الكوسة, الكوسة بدون خبز الحين ام محمد ايش بتسوي لنا بالضبط هامور المشوي اوكي بعد بالسبريك اوكي ما في اي زيوت يعني شيء بسيط هاي اوليف اويل هاي زيت زيتون إينا. في على كانولا في وايد بس عشان وايد... ما يلصق في اي بس عشان ما يلصق والمشوى لازم تكون وايد ساخنه اي نعم خلاص على طول بضيف عليه الهامور وبضيف مكوناتي الباقي شوف الصوت هاي يحب كل شيف اي عجيب وطبعا الهامور وايد مفيد السمك أيه. جدا مفيد لانه في الاوميجا حق القلب أكيد. مفيد البروتين أكيد. اللي فيه أكيد. كذلك الاوميجا وتدريب ان السمك يعدل المزاج الواحد لما ياكل سمك من الاوميجا 3 الاوميجا 6 يعدل المزاج طبعا طبعا يمنع الاكتئاب اي نعم طبعا انزين لأن المشوى وايد ساخنة إيه بضيف نعم. مجرد شيء بسيط ثوم مع زنجبيل أنا مسيها توم بيست إيه نعم يودي شوي زفرة السمك عصير ليمون والليمون بعد فيتامين سي وكذلك حق جهاز المناعة مسحوق الكمون بضيف بهارات هالة إيه نعم كمون شيء بسيط بضيف بهارات هالة دائما نشوف عادة يحطون الكمون ويا السمك المقلي أنت هني سويتي شيء صحي أنا جدا اي انا ابي يعني شيء يكون عارفين طبعا السمك بعد ما في كوليسترول هاي اهم شيء طبعا طبعا هني عندي هني مسوي انا بيست من طماط وبصل وايد بيعطي الهامور طعم عجيب لذيذ خلي بينك صوص بينك صوص الصوص الوردي يعني بس بدون الدهون ممكن اللي نعم. اللي يبي بس هامور مشوي ونكهه لذيذه ممكن يستغنى عنه لا بس يعني هاي وايد صحي بعد اي صحي طبعا البصل صديق القلب بصل احمر وبعد بعد وبعد ان هذه حق ضغط الدم البصل وايد زين يخفض ضغط الدم طبعا وبعد في ماده مطهره حق الامعاء اكيد فمن كل ناحيه وطعمه طيب اول في البحرين قلت كل من البصل ما حصل اي أيوة والله هاي الموروث الشعبي مالنا موروث الشعبي اي نعم انا احس ليش بنت مع عبد الله وايد يمشي مع السي فود صحيح وايد في توافق بينهم أيه فبضيف الدل على قولتنا احنا نقول احنا كلنا متعلمين الدل ويا السمن هاي احنا الدل ويا الهامور وباقلب الهامور أيه انا خلاص اول يعني انت خليتيه ثابت بدون تحريك حتى ياخذ اللون اي أيه وبعد على اساس انه بعد ياخذ التتبيله أيه ياخذ البيس من الصوبين بالضبط شوف أيه شلون الماركس أوكي. عليه عجيب أيه والهامور والربيان ما يحبون النار ما يحبون طبخ وايد مجرد 12 ل 15 دقيقه كل ما كانت السكلت حارة اي نعم ما بتحتاجين وقت أي. كبير وبعدين لما تكون حارة بتشكلين طبقة اللي بتحمي عصارة أي. السمك طبعًا. داخل طبعا تحفظ بصير سيرين اي اي نعم فخلص بس السر انك ما تقلبينه بسرعة لازم تصبرين عليه حتى تتكون القشرة اي انا ضفت وايد اضافات عليه وخليته
ريحته عجيبه. يا ريت المشاهدين يشبهون ويانا. انا دائما اقول ام عبد الله في الفيديوهات مالي يا ريت عندنا تقنيه حديثه تنقل الرائحه مع الصوت والصوره. صح. يا ريت ملح شيء بسيط، في ناس يخافون احب اعمل ملح. نعم. ما يضيفون ملح حسب الرغبه. وهذا الطبق بنقدمه ويا فتت الكوسه. اي فتت الكوسه باللبنه بدون خبز. اي باللبنه والبيستو. اي نعم. تسلم يدك. شوف هذا والله شيء عجيب وسريع ومره ثانيه ما اخذ وقت وايد. وكل محتاج بنضيف مثل ما قلنا خلاصه، ما بنضيف اي زيوت في اكلنا. نعم. وهاي طبعا البخار اللي يطلع بروحه بيطبخ السمك في نفس الوقت طبعا. نعم. بس يحتاج يعني 4 إلى 5 دقائق على الوجه الثاني. تسلم يدك شيف هالة. الحين احنا اظن جاهزين حق التقديم ويا فتة الكوسة. يلا اعزائي فاصل ونرجع بعد تقديم اطباقنا المميزة مع شيف هالة من هالة كافي. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم. شيف هالة الحين أنت قدمي الأطباق. أطباقنا اليوم وايد لذيذة، فتة الكوسة باللبنة والبيستو مع الهامور المشوي بالإشبنت، وجبات صحية خفيفة سريعة التحضير. عليكم مليون عافية أم عبد الله. تسلم يدك. والحين ذواقتنا بتعطينا التحكيم الأخير صح؟ شهرتها مجروحة. تفضلي تفضلي يا أم هالة تفضلي. هذه الفتة اللي بدون خبز. بدون خبز. اي نعم. بدون زيوت. اي نعم. وايد لذيذ. تسلم يدك. تسلم يدك ام محمد. حبيبتي الله يحييكم. مشكورين على الاستضافة، انا استمتعت بوقتي وياكم. حبيبتي. وان شاء الله نراكم في بعد اشياء اكبر واكبر، تحققون كل طموحاتكم ان شاء الله. الامتياز اللي بيكون في دبي وفي الكويت مثل ما قلتي لي، وكذلك ان شاء الله فرعكم قريبا في الرياض باذن الله. باذن الله. هل عندك اي كلمه اخيره تحبين تقولينها ام محمد للشباب، للاشياء اللي ممكن تزيد من فعاليه قطاع المطاعم في البحرين؟ انا في البدايه اشكرك ام عبد الله على استضافتي، وبقول حق كل بنت او ولد عندهم حلم بالعكس يو كان دو ات. نعم. بس ابتدوا. نعم. ونتمنى لك كل التوفيق مع هالامتياز البحريني، العلامه التجاريه البحرينيه الاصيله من البدايه الى النهايه، كذلك في استمراريه ويا الجيل الثاني من العيال الله يحفظهم. أكيد. ان شاء الله هاله الصغيره بعد باذن الله. باذن الله. ايش رايكم نودع المشاهدين؟ مع السلامه، مشكورين، وان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه مع ابداعات بحرينيه كلنا نفتخر بها.